عندنا ظروف تكون مع، طبعا انتم درستوا المضارع التام، المضارع present perfect مع simple، الفاعل ياخذ has و have زائد تصريف ثالث للفعل، اوكي بي بي. لكن عندنا بعض الظروف اللي هي شنو؟ عندنا ever، never، just، already، yet، حيث تستخدم هذه الكلمات مع المضارع التام وكما يلي. طيب ever تستخدم مع الجملة الاستفهامية، جملة السؤال، والجملة الاعتيادية الإيجابية المثمرة ال ever، اوكي. Have you ever smoked؟ هل أنت في يوم دخنت أو دخنت في حياتك smoked؟ Yes, I have ever smoked. Okay. تستخدم مع الجملة الاستفهامية والجملة الاعتيادية الإيجابية. Never تستخدم مع الجملة المنفية السلبية. No, I haven't. I have never smoked. Yes, she has played football. Okay. Just تستخدم مع التعبير عن حدث انتهى حديثا. طبعا اعزائي، طبعا موقع هنا، الموقع طبعا دائما قبل الفعل، الفعل الرئيسي، لان عندنا اعزائي عندنا الفاعل وعندنا هاز وهاف، هاي الافعال المساعده، وعندنا هذا الايفر، طبعا هاي كلها ظروف، ظروف ادفيربس تجي مع زمن المضارع التام. البي بي هو التصريف، الفعل تصريف ثالث، اوكي. طيب موقعها وين يكون؟ لاحظوا اعزائي الايفر تكون قبل الفعل الرئيسي ايفر، نيفر، اوكي اوكي نيفر، وهكذا. جاست تستعمل كما مكتوب، جاست الى اخره، اوريدي، وهكذا. تقدرون تشوفوها، اليت تستعمل بالاخير اخر الجمله وتكون الجمله استفهاميه، اوكي.